دكتور طلعت، هل سيتم توفير المعلومات الكافية الخاصة من الدولة أو من الحكومة في كل ملف علشان لما أنا أجي أقدم لك توصية، ما أنا ممكن أجي أقول لك إيه مثلا، ازرع لي 1,000,000 فدان قمح زيادة، فأنت لازم تكون عطيني معطيات، هو في مية في أرض في كذا، صحيح. هل هذه المعلومات متوفرة ولا سيتم توفيرها طبقا للطلب؟ وبص حضرتك يا محمد بيه، احنا عندنا دلوقتي خلينا نتفق الاول على شكل اللجنه هتبقى عامله ازاي. اشكرك، اتفضل. اللجنه عباره عن عدد يعني في حدود ال 30 شخص بس، يبقوا 25 27 35 اللجنه الواحده. كل لجنه مش عايز يعني كده اللجنه في المحور الموضوع الموضوع كل ملف كل ملف مثلا هنتكلم مثلا عن التامين الصحي مثلا بالنسبه للصحه يبقى 30 واحد، هنتكلم عن الجامعات الاهليه 30 واحد يمثلوا كل الاطياف. هقول بقى حضرتك بيمثلوا مين. ايوه بنختارهم بعنايه شديده جدا، احنا بقالنا كام شهر شغالين في الموضوع ده. واحد مقدم المقترحات، اللي قدموا مقترحات ومقترحات جاده كويس. واحد بيقدم لي مشروع قانون لازم احترمه، تمام، اتراجع وبص عليه، ادي واحد ده جزء. اثنين الاحزاب، سواء الحركه المدنيه، الاحزاب الاخرى، اليمين اليسار الوسط، كل دول هيبقوا ممثلين اللي هي الاراء المختلفه. بالظبط كده، بالظبط، اللي برضه مقدمه اقتراحات او ممثلين ليهم. تمام طبعا كل واحد جاي ومقدم. تمام. الخبراء والمتخصصين ما اقدرش اتجاهلهم، انا ما طبعا احنا اساسا عايزين رايهم. طبعا انا اجيب واحد عالم في الزراعه، اجيب الدكتور سعد نصار مثلا. طبعا عالم في الزراعه لازم اجيبه، ده عايز استفيد منه. اعضاء مجلس الامناء اذا ما رغبوا، يعني في ناس وجوبي وفي ناس اذا ما رغبوا، يعني انا كعضو مجلس امناء من حقي احضر اللي يناقش الموضوع طبعا، وبيبقى ليا راي وكل حاجه. في المقرر والمقرر المساعد، العدد عدد ليس بالكبير، لان احنا عاملين لكل لجنه او كل موضوع ثلاث ساعات بس وقطعت. وممكن لا، ممكن نعمل اكستنشن، افرض ان المقرر شايف انه محتاج جلسه تانية ياخد جلسه تانية تاني يوم يمتد. تمام يا فندم. تمام. حسبناها برضو ان كل متحدث يبقى ليه خمس دقائق. لو كلهم اتكلموا افتراضا يبقى 150 دقيقة، وبسيب ال 30 دقيقة دول للمقرر المساعد، مجلس الأمناء وما شابه ذلك. ممكن ناخد إذا الموضوع، هل تعتقد إن في خمس دقايق هتقدر توصل توصيات في اللجنة؟ ممكن ناخد مثال بيحصل إزاي؟ الأمور بتبقى عاملة إزاي؟ إيه؟ افرض إحنا 30 مثلا حاجة زي الجامعات الأهلية، هنعمل إيه؟ حضرتك سألتني السؤال اللي قبل ده. إحنا بقى في سي من الناس، محمد مصطفى شردي اللي هيتحدث باسم الجامعات الأهلية. يبقى السبعة ثمانية ل 10 اللي موجودين هم محمد بيه مصطفى هيتكلم عنهم. مش بالضروره هم كلهم يتكلموا. مثلا رضا بيه هيتكلم عن مجموعه احزاب، يبقى هو خلاص عن قضيه معينه. ولكن لو راى المقرر ان هناك ما زالت مساحه من الراي يجب الاستماع اليها او النقاش، ده احنا يا فندم عندنا جلسه ثانيه او ثالثه ورابعه. اكيد. وبعدين احنا عندنا في حاجات ثوابت حطيناها في لائحتنا. اولا مفيش تصويت. لا يوجد تصويت. تمام. الرأي موجود، في توافق على عيننا ورأسنا. حتى لو ما فيش توافق في بعض القضايا هيرفع الأمر لفخامة رئيس الجمهورية بالشكل اللي طلع بيه. يعني هديك مثال، حضرتك راجل سياسي وسياسي كبير. هو أنت عايز تقول لي إن هيحصل اتفاق على النظام الانتخابي بالنسبة لانتخابات مجلسية اللي هو الشيوخ؟ شوف حضرتك ضحكت إزاي بقى؟ ضحكت جامد إزاي بقى؟ انت عايز تقول لي كده؟ طب احلف لي ده هيحصل. طب احلف لي كده انه يحصل. ما انا ما انا ما باش يا عايز اوضح حاجه. عايز اوضح حاجه. يعني اكيد هيبقى في قايمه، في ناس قايمه. ايوه، ولكن مره اخرى تعود الى والناس هتطلع تتكلم، يقول لك طيب ما انتم مقدمين ثلاث اقتراحات، احنا عارفين ان هم ما بين ثلاثه. ليه انتم ما تطلعوش بواحد؟ لا ما نطلعش ليه؟ لان انت لو النهارده جبت مثلا ربيع، مثلا عمرو ربيع هيقول لك 100 قايمه نسبيه، مثلا حد من يقول لك لا قايمه مطلقه، في ناس هيقول لك فردي. لا، ما دي اراء، واراء هو اراء لها ايديولوجيتها ولها اسبابها. انا عارف ما تقدرش، يعني انا بطلع الاراء لفخامه رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه عنده صح، يعني اللي هو يعني مسؤول عن الدوله وهو الحكم بين السلطات، هو اللي هيعمل تقييم لهذه المسائل. انا بضرب قضيه من القضايا يعني. ده ملف من 113 يعني ويحيل ما يريد الى مجلس النواب.